في واحد مهضوم كتب لي إن شاء الله بتموت. أكتر أغنية إجاني انتقادات عليها وانتقادات وقتها كانت جارحة هي عربيون أنا والبرهان أحي بعد 23 سنة بعد عنا بلبنان أكتر غنية بتنلعب. يعني أكيد بزعل من الانتقادات المئزية الانتقادات الشخصية، بس برضو تعودت أنه يكون عندي سد منيع لهالموضوع ما خليها تأثر فيي، وبقرأ كل الكومنتس بيجوني وبجاوب على كل الكومنتس كومنتس ورا كومنتس. موضوع السوشيال ميديا في ناس ما بعرف ليش هيك، بس هيدي خصلة عالمية، يعني ما بقدر لوم الشعب العربي أو الشعب اللبناني خصلة، بس عندك ناس ما بعرف يمكن بدل مثلا ما تروح عند حكيم نفساني بتطلع عقد على السوشيال ميديا. يعني في واحد مهضوم كتب لي إن شاء الله بتموت، جا عبالي ابعت له يعني لو موتي حيزعدك ماشي كلنا حنموت يعني، بس ايه دخل الموضوع ده؟ لا في مواضيع بس تعودت يعني ما تفكري انه ابدا بدي، يعني تعودت من اول نهار انه ركز بشغلي بكلماتي بألحاني بموسيقتي، وبس تظهر هاي الشغلة حق الناس يقولوا اللي بدهم.